الكبير وصحي بخ فقط لكن مش مقبول في بلدنا يا مولانا استخفاف المحامين اللي بيحصل ده اخفاف استخفاف المحامين انا جاي من اسكندريه عشان اتلب صوتي وسحب الثقه من سامح عاشور الذي لا يصلح نقيبا للمحامين وانا جوجيت زي ما انت شايف كده اهوت برجاله سامح عاشور ادي اهو جايب بلطجيه اهو اهو علني قدامك انا محامي وجاي من اسكندريه مش لا جاي من الشارع ولا بلطجي ادي الكن بتاعي اهو اهو ادي رجاله سامح عاشور ادي اللي بيعمله اهو